ليلة العاشر من المحرم عام 61 من الهجرة، كان أنصار الحسين عليه السلام يقضون الليلة في تسبيح وتعظيم الله، حتى سمعوا صوت شمر بن ذي الجوشن قادما من جهة الأعداء. أين بنو أختنا؟ أين العباس وإخوته؟ أنا شمر بن ذي الجوشن الضبابي، أين أبناء أم البنين التي هي من قبيلتنا؟ أخي أبا الفضل أجيبوه. سيدي أبا عبد الله، إنه شمر. أجيبوه ولو كان فاسقا. سمعا وطاعة يا أبا عبد الله. أنا العباس بن علي بن أبي طالب، وهؤلاء إخوتي، فما شأنك يا شمر وما تريد؟ يا بني أختي، أنتم آمنون فلا تقتلوا أنفسكم مع الحسين، والزموا طاعة أمير المؤمنين يزيد، وهذا كتاب عبيد الله بن زياد والي الكوفة والبصرة، يؤمنكم فيه على أنفسكم إن تركتم نصرة الحسين بن علي. تبت يداك والعن ما جئت به من أمانك يا عدو الله، أتريدنا أن نترك أخانا وسيدنا الحسين بن علي وندخل في طاعة اللعناء وأولاد اللعناء؟ ألنا الأمان وابن رسول الله لا أمان له؟ وفي ظهيرة يوم العاشر من المحرم، وبعد استشهاد كل أنصار الحسين عليه السلام، لم يبق مع الحسين إلا أخوه العباس، فأتى أبو الفضل العباس مخاطبا الإمام الحسين عليه السلام: سيدي أبا عبد الله، هل من رخصة؟ يا أخي، أنت صاحب لوائي والعلامة من عسكري ومجمع عددنا، فإذا أنت غدوت يؤول جمعنا إلى الشتات وعمارتنا تنبعث إلى الخراب. فداك روح أخيك يا سيدي، قد ضاق صدري من الحياة الدنيا، وأريد أخذ الثأر من هؤلاء المنافقين. إن كان ولا بد فاطلب الماء إلى هؤلاء الأطفال العطاشة. سمعا وطاعة يا أبا عبد الله. أيها القوم، اتعظوا واحذروا من غضب الجبار. يا عمر بن سعد، هذا الحسين بن بنت رسول الله قد قتلتم أصحابه وأهل بيته، وهؤلاء عياله وأولاده عطاشا، فاسقوهم من الماء قد أحرق الظمأ قلوبهم. فأثر كلامه في نفوس القوم حتى بكى بعضهم، ولكن الشمر صاح بأعلى صوته: يا ابن أبي تراب،
لو كان وجه الأرض كله ماء وهو تحت أيدينا لما سقيناكم منه حتى قطرة واحدة إلا أن تدخلوا في بيعة يزيد. فبعدما قال قائدهم الشمر تيقن العباس بأنهم قوم ملعونون ولن يرق قلبهم لحال الحسين وأولاده وقرر قتالهم. أقبل نحو المشرعة ثم انحدر إلى الماء بفرسه، أحس ببرد الماء داخل إلى المعركة حرهجير. قال أشرب الماء قبل الحسين، يريد يحسر نفسه، يقول الحسين عطشان وأنا أشرب. نادى يا نفس من بعد الحسين يوني وبعده لا كنت أو تكوني، هذا الحسين وارد المنون وتشربين باردا خاض الماء بس هي سبرد ترس جف يروي عطش جف تذكر عطش مات. يا ريت الماي بعد لا حلو مر. ملأ القربة سمها وضعها على كتفه، قلبي مفتت والمروة تقول هيهات، عطشان خيي وارتوي من ماي الفرق، قمط رضيعه ويجذب على الماي حسرات، عمري عقب عمرك يا خوي حسين لا تشان، ظل بالظما ساق العطاش وطلع بالجود، والدرب بينه وبين اخوه حسين مسدود، بيها سطا وسيفه ورمح بروق ورعود، والروس تمطر والدموم تقول طوفه، ركب على صهوة جواده قاصدا نحو المخيمات، هم يا حبيبي يوصل القربة سالمة حتى يشرب الحسين، حتى تشرب زينب، حتى تشرب سكينة والأطفال والعائلة. أقبل متجها نحو الخيام، أقبل متجها نحو المخيمات، فقال عمر بن سعد ويحكم صدوا عليه الطريق، لئن وصل العباس بالماء إلى الحسين وشرب منه أفناكم عن آخركم. فتجمعوا على العباس وظل يقاتل العباس وهو لا يعبأ بالقوم، لكن اللواء ظل يتمايل بشدة والحسين ينظر إلى اللواء. لما نظر إلى اللواء وهو يتمايل قال أخي زينب ناوليني سيفي. قالت وش بتسوي؟ قال بساعد العباس. أرى اللواء يتمايل، ركب الحسين صوة جواده تقلد سيفه، انحدر إلى الميدان ظل يقاتل العباس. العباس يقاتل من جهة والحسين يقاتل من جهة، نظر العباس إلى أنه كلما شد على الكتيبة رجعت إليه، علم أنه هناك بطل آخر يقاتل إلى جانبه. كلما شد عليهم العباس وفروا منه تلقاهم الحسين، يفرون من الحسين يتلقاهم العباس. شيعة موالين آجركم الله، بينما هو يقاتل جاءه لعين كمن له من وراء نخلة، رفع السيف ضربه على يمينه
يقاتل بشماله وهو لا يعبأ بيمينه، ظل يقاتل إذ كمن له لعين آخر من وراء نخلة، رفع السيف هوى به على شمال العباس فبرها، ظل ينادي يا نفس لا تخشي من الكفار فأبشري برحمة الجبار، قد قطعوا ببغيهم فأصلهم يا رب حر النار، بينما العباس كذلك همه أن يوصل القربة سالمة إلى الحسين، وإذا بالسهام أقبلت تتهاوى على العباس كرشق المطر، فسهم أصاب صدره وسهم آخر أصاب القربة فأريق ماؤها، بينما هو كذلك وإذا بسهم قد وقع على عينه، ظل العباس متحير شلون يرجع للخيمة، شلون يلاقي الحسين ما عنده لا يمين ولا عنده شمال، وقد أريق ماء القربة، وجه النداء إلى الحسين أبو علي قطعوا العدة جفوفي يا خويا والعلم مال، بالعجل شوف البرقة كحسين شيا مال العلم يا أبو علي، وقلت الحيلة ما قدر أشيل سلاح والقربة ثقيلة، مال العلم يا حسين خلط غم يجيلة، لا ينكسر جيشك يا بن حيدر يا سردار، أراد أن ينتزع السهم مد يده اليمنى وجدها مقطوعة، مد يده اليسرى وجدها مقطوعة، أخلى رجليه من الركاب، أراد أن ينتزع السهم بركبتيه، وإذا بحكيم ابن الطفيل قد أقبل بعمد من حديد، رفع العمد هوى به على رأس العباس وفضخ هامته وعباسه، خر العباس على بوغاء كربلاء مضرجا بدمائه وهو ينادي أخي حسين أدركني عليك مني السلام، ساقت الريح كلام العباس إلى مسامع الحسين، أقبل الحسين وهو ينادي وعباسا أين المنادي وعباسا. أخي يا حسين عليك مني السلام. يخرج الحسين عليه السلام من الخيمة ناحية أخيه العباس عليه السلام، والأعداء يصفقون ويضحكون فرحا، والإمام الحسين عليه السلام يسرع إلى أخيه ناحية نهر الفرات. يا هذا أمهلني حتى يأتي إلي أخي الحسين. أنا أخوك الحسين يا نور عين أخيك. يأخذ الحسين عليه السلام رأس أخيه العباس عليه السلام ويضعه في حجره، ثم يمسح الدم عن عينيه، فيرى الإمام الحسين عليه السلام أخاه العباس عليه السلام وهو يبكي. ما يبكيك يا أبا الفضل؟ أخي يا نور عيني، وكيف لا أبكي ومثلك الآن جئتني ووضعت رأسي في حجرك، فبعد ساعة من الآن من يضع رأسك في حجره ومن يمسح التراب عن وجهك؟ وأخاه
وعباساه وأخاه وعباساه وأخاه وعباساه. الآن انكسر ظهري، الآن قلت حيلتي، كسر ظهري أبو فاضل، الآن شمت بي عدوي. جلس الحسين وضع رأس العباس في حجري، أفاق العباس: أيها الفارس أمهلني حتى يعود أخي. قال الحسين: أنا أخوك الذي كسرت ظهره، أنا حول علي الصايق مثل الصقر تحويله، يا حسين روح العركة عجل لخيك شيله. لما انسمى أما يجيب
أجب المضطرين يا الله. اللهم اكشف مرض اللهم اكشف أس اللهم اكشف مرضانا، اللهم فك أسرانا، اللهم ارحم اللهم ارحم موتانا وارحم موتى المؤمنين والمؤمنات من مات على الإيمان. نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله.